نروح للنظام التركي اللي لا يتوقف الحقيقة، ولا يتوقف إردوغان تحديدا عن تقديم صورة عن حكمه بأنه بيمزج اعتماده على تيار الإسلام السياسي بالتنسيق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في الوقت اللي بتروج تركيا فيه لنفسها كدولة علمانية. احنا معانا على التليفون الأستاذ محمد مصطفى، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي. أستاذ محمد أهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ ريهام وبالساده مشاهدينك الكرام. اهلا بيك. شايف ازاي يعني هذه الازدواجيه الموجوده لدى النظام التركي؟ نعم، خليني ارجع مع حضرتك للبدايات، بدايه ظهور هذا النظام الفاشي دي مع بدايه اتجاه اردوغان بضوء اخضر امريكي للوصول الى السلطه، ثم تمكينه او تمكين حزب العداله والتنميه الحاكم في تركيا من الحكم رغم ان عناصره ومنهم اردوغان كان عليهم حظر سياسي شامل. مع هذه البدايات بدأ اردوغان يضع خطته، وهذه الخطه في القلب منها التوسع جغرافيا والنزعه العنصريه التركيه. اتجه اردوغان في البدايه الى القوى الثلاث الرئيسيه غير الممانعه في المجتمع التركي، المؤسسه التركيه العسكريه التركيه والمؤسسه القضائيه كانتا ممانعتين لاردوغان. فاتجه للقوى الثلاثة الفعالة في المجتمع اللي هم التنظيمات أو الطرق الصوفية التركية وعصابات المافيا الدولية المنظمة والتيار الفاشي المتطرف الممثل في جماعة إخوان المسلمين. اتحرك مع الثلاث قوى دي بالتوازي، ثم لاعتبارات تتعلق ب القدرة التنظيمية لتنظيم الإخوان الإرهابي وتواجده بشكل منظم في العديد من دول الشرق الأوسط ودول العالم رأى فيه الحليف الأقوى، لكن هذا التنظيم بالنسبة له كان بيفتقد آليات الحركة. يعني إيه آليات الحركة؟ يعني لما يحب يوصل مثلا أسلحة لجماعة إرهابية في دولة ما هيحتاج شركات نقل بحري، هيحتاج سفن، هيحتاج فكر وعناصر عصابات المافيا المنظمه. فتحالف مع زعيم المافيا التركيه اللي هو اسمه سادات بكر، وتحالف مع جماعه الاخوان المسلمين تحالف مع تيارين، التيار الرئيسي في الجماعه والتيار المنشق عن الجماعه بزعامه عبد المنعم ابو الفتيح. وكان بيتحرك معاهم بنفس القدر من الدعم سعيا لتمكينهم من الحكم في عدد من الدول العربيه. وكان هناك تنظيم داخل تركيا اللي هو سمي لاحقا منظمة سادات اللي بيقودها جنرال تركي متقاعد على أجندة الإخوان المسلمين. هذا التنظيم هو الذي جمع بين الإخوان المسلمين وبين المافيا التركية، يعني حاجة شديدة الغرابة ودليل واضح على أنه يسير على خطى بقى الغاية تبرر الوسيلة، وأن كل ما يتحدث عنه في السياسة والمبادئ الدينية وما إلى ذلك هو قناع له عدة أوجه يستخدم أي وجه حسب المرحلة اللي بيتحرك فيه. الطرق الصوفية ولائها الأساسي في تركيا كان لفتح الله جولن اللي هو زعيم حركة الخدمة، اللي كل شوية أردوغان بيعتقل أنصاره وبيعذبهم وبينفيهم خارج الدولة. طب أنا عايزة حياتك تكلمنا أستاذ محمد عن تداعيات فشل سيطرة الإسلام السياسي أو تيار الإسلام السياسي على مقاليد الحكم في دول الربيع العربي، خصوصا بعد ثورة 30 يونيو 2013 في مصر واللي أطاحت بحكم المرشد، وإزاي يعني هذه الثورة وإزاي المصريين استطاعوا أن يفسدوا خطة إردوغان مع الإخوان للسيطرة على عدة دول من فلسطين لسوريا للأردن ليبيا تونس الجزائر المغرب يعني موريتانيا السودان، وصولا للسيطرة التامة على المنطقة لتنتقل مقاليد الحكم بعد ذلك لأنقرة. صحيح. أردوغان طبعا بيدرك لأسباب كثيرة جدا منها تربيته السياسية والدينية، يدرك أن هناك مركز ثقل رئيسي في المنطقة العربية وهو مصر، فهدفه الأساسي كان دوما أن يسيطر هذا التنظيم الإخواني على مقاليد الحكم في مصر. الجناح الآخر التركي الصوفي لم يستطع بأي حال من الأحوال السيطرة على التيار السوفي الموجود في مصر، فاتجه إلى تنظيم الإخوان المسلمين. وشايفين يعني كان بيدعم ولا زال يدعم بكل السبل تنظيم الإخوان ازاي؟ لأنه يدرك أن مركز الثقل الموجود في مصر إذا سقط في قبضة الإخوان تسقط كل الدول المحيطة
زي الدومنا بالظبط. فشفنا الدعم اللي كان بيعمله. مثال بسيط على الانكسار اللي حصل له واللي خلاه في لحظه واحده يغير القناع، انا قلت لحضرتك هو اتجه في البدايه لتحالف مع ثلاث اطراف منهم الطرق السكري. بعد فض رابعه على طول بشهر، اول حاجه عملها اردوغان ذهب مع زوجته امينه وبنته سميه الى الرجل الثاني في الطرق الصوفيه التركيه، راح له بيته يطلب منه الدعم. وطبعا بيطلب منه الدعم ليس فقط داخل تركيا لكن في المنطقه العربيه علشان يطوق الثوره، ثوره 30 يونيو في مصر، حسبما كان يتصور باللجوء الى الطرق الصوفيه. لكن الطرق الصوفيه المصريه اخذت موقف شديد القوه ورفضت المشاركه في مؤتمر دولي كان عامله هناك طبعا لاستقطاب هذه الطرق في الدول العربيه كلها. تمام. اتجه للاخوان المسلمين مره اخرى. والان المجتمع التركي سواء التنظيمات الدينية المعتدلة وهي قليلة أو عصابات المافيا التركية نفسها بدأوا يتذمروا على أردوغان بسبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة، وإحنا عارفين المافيا دول هدفهم الأساسي هو الأموال وما إلى ذلك. فحتى دول بدأت انشقاقات تحصل فيهم، وقصادها على طول حصلت انكسارات سياسية لأردوغان في منطقة القوقاز. طيب. زي ما احنا شفنا اجبرته على التدخل. تمام. النزاع الارميني الازلي. طيب انا عايز اروح لاستخدام اردوغان يا استاذ محمد للمرتزقه ليكون تحت امرته وعن قناعه بمشروع الخلافه وتدخل في شؤون عده عواصم عربيه. نعم. طبعا مع اتجاهه الى توظيف جماعه الاخوان المسلمين واستقطاب عناصرها كان لابد من ايجاد اليه قادره على التوجيه وتجنيد العملاء المباشرين ضمن تنظيم الإخوان المسلمين وقياداته للعمل تحت إمرة المخابرات التركية وقيادة حزب العدالة والتنمية. فأسسوا تنظيم اللي هو منظمة سادات ده يدرب القيادات على العمل السياسي ويدرب القيادات الإرهابية على الأعمال الإرهابية ويشرف على التنسيق بين المنظمات الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في كل الدول التي يتم اتخاذ قرار سياسي تركي بالتحرك فيها، زي ما شفنا سوريا وزي ما شفنا ليبيا وزي ما شفنا الصومال وغيرهم، يعني حتى في مناطق من اليمن بيلعب من خلالها هذا التنظيم على الارض. المنظمه دي هي التي تشرف وتوجه كل هذه العناصر بما فيها الجناح الاعلامي الخاين التابع للاخوان المسلمين اللي موجود في تركيا. والمنظمة دي هي التي أوصت أردوغان بعدم تشغيل إعلاميين فقط من الإخوان المسلمين. تمام. وقالوا له لازم ناس علمانيين علشان يكون لهم مصداقية أكبر في الشارع المصري اللي رافض أساساً تيار الفاشية الدينية. طيب. والسلام في الإخوان المسلمين. وضحت الجزئية دي. أنا بستأذنك تخليك معانا يا أستاذ محمد على التليفون لأنه كمان تركيا بتواصل سياستها الهجومية والتصعيد ضد عدة عواصم وبتعتمد على الطرق العسكرية للتدخل في شؤون بعض الدول من أجل توسيع حدودها ونهب ثروات الشعوب في نفس الوقت. أغلب تلك التحركات الحقيقة بتتم بالطرق العسكرية زي ما قلت، زي ما حدث في تعاملها مع سوريا مع قبرص مع اليونان وليبيا. كلمنا عن مخطط تركيا لتوسيع نفوذها وتأثيرها على حساب الدول الأخرى وإلى أي مدى من الممكن أن يؤدي ذلك لعزلتها دوليا. أستاذ محمد معنا؟ مع حضرتك. طيب. حضرتك سمعت سؤالي؟ سمعت السؤال. طيب اتفضل. حضرتك هو ابتدى زي ما احنا شفنا منذ وصوله للحكم يتجه في الجبهة الرخوة اللي هي المنطقة العربية، لكن عنده جبهة تانية لا تقل أهمية في الشرق وهي ما يسميها الجمهوريات التركية وما تسميها روسيا الاتحادية الجمهوريات المنشقة عن الاتحاد السوفيتي. الجبهتين دول هما محور الحركة الأساسي عند أردوغان، الدول الإسلامية اللي موجودة في هذه المنطقة والدول العربية الإسلامية جنوب. لما وجه بالصمود المصري الكبير وخصوصا الصمود والتصميم العسكري على وقف توسعاته في الشرق الأوسط بدأ يتجه لمقايضة أخرى مع روسيا. روسيا بالنسبة له كانت المبرر الذي يمكنه من الحصول على غطاء سياسي أمريكي في تدخلاته بالشرق الأوسط. لما راح سوريا بقواته كان موجود روس، فالأمريكان كان لازم يغضوا النظر ويسيبوا قوة
هم موجهينها من امريكا اللي هي تركيا علشان تحد من التحركات والنفوذ الروسي في سوريا. نفس الوضع تكرر في ليبيا. الان مع دخول فرنسا على الخط ودخول مصر بقوه على الخط والخط الاحمر اللي الرئيس السيسي حدده، هذا لم يكن عنوانا معنويا لكنه كان وقفا واقعيا لتوسعات اردوغان. لما وجه بهذه المواقف اتجه الى الجبهه الاخرى وهي جمهوريات الاتحاد السوفيتي المنشقه عن الاتحاد السوفيتي، علشان يهدف من ذلك، احنا شايفين تدخله في النزاع الارميني الازري، عايز يوصل، ودي انا بنبه ليها، عايز يوصل لمقايضه سياسيه وعسكريه مع روسيا، لان منطقه القوقاز دي اكثر اهميه طبعا للروس وتهديد مباشر للأمنهم القومي، يوصل لشكل من اشكال المقايضه بحيث ان روسيا تغض النظر عن شكل من اشكال تواجده. تمام. انا الليبيه قصد ان هو ينسحب من اذربيجان. شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي الاستاذ محمد مصطفى، شكرا ليك.